صباح الخير عليكم، اهلا بيكم. حلقه جديده وشاي بلبن. بنودع شهر، بنودع سنه. احنا اول ديسمبر بنودع السنه، ان شاء الله تبقى سنه كده نتعلم فيها حاجه، يعني عايزين نختمها بان احنا نتعلم فيها حاجه قبل ما تخلص. وبما ان بقى شهر ديسمبر مليان اعياد ميلاد كتير، فانا عايزه اقول لكل الناس اللي عيد ميلادهم في شهر ديسمبر هابي بيرث داي. والنهارده عيد ميلاد حبيبتي قوي، هي عارفه نفسها، كل سنه وانت طيبه وهابي بيرث داي. اتعلمي بقى حاجه جديده قبل ما السنه تنتهي. نفس الانسان صعب قوي ان احنا نفهمها بسهوله، ولكن نتعلم، لان النفس هي تعتبر اغلى حاجه في حياه البشريه كلها. والدليل على كده ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيها في القران وقال ونفس وما سواها. وعلشان كده احنا محتاجين نفهم نفسنا اكتر. هنفهم كل اللي حوالينا، هنفهم احنا بنعمل تصرفات كده ساعات بنعملها واحنا مش واخدين بالنا بنعملها ليه. تلاقينا مثلا شويه مودي، شويه زعلانين، شويه فرحانين، ما بنبقاش فاهمين ده ليه. فاحنا محتاجين نعرف عن نفسنا اكتر، نتعلم ازاي نشوف نفسنا ونشوف اللي حوالينا عشان تبقى حياتنا اسهل شويه، ابسط شويه. نعرف ازاي نتعامل مع انفعالاتنا مثلا، نتعامل مع غضبنا، نتعامل مع فرحنا، حتى ما نبقاش اوفر في اي حاجه. ده بشكل عام يعني. ولكن بشكل خاص النهارده عندنا موضوع جديد بالنسبه لي، يمكن جديد بالنسبه لبعض الناس. هدى هتكلمنا عنه اكتر، هتقول لنا مين الضيفه الجميله اللي معانا. ولكن عايزين نركز ان احنا نفهم ونستوعب علشان نقدر نتعلم. صباح الفل يا هدى. صباح الجمال يا مروه، ازيك؟ ازيك يا هدى؟ كل مره بتطقمي معايا، المره دي انت بتطقمي مع الضيفه. مش عارف، بعد مع الضيفه يعني حبيتها جدا. حبيتها وحبيت الموضوع، لان زي ما بقول هو جديد عليا. وحبيت فكره ان احنا ننهي السنه زي ما قلت، ان احنا نتعلم حاجه جديده قبل ما السنه تنتهي، نفهم نفسنا، نعتبره انجاز جديد في اخر السنه. صح، ده حقيقي. ده حقيقي. عايزين بقى نرحب بضيفتنا الجميله. اهلا بيكم، واهلا بالساده المشاهدين، واهلا بضيفتنا طبعا اللي منورانا النهارده. عايزه اقول لكم عشان في ناس كتير والله بعتت تسال، والله انا ومروه كل مره ما بنبقاش متفقين على اللبس. حتى المره دي اكيد هي مش متفقه مع الضيفه اصلا. فيعني ده من المحبه وهي بتطلع كده سبحان الله. احنا ضيفتنا النهارده معانا استاذه رندا شلتوت، هي اويرنس سبيكر اند كوتش. وبما ان حضرتك بقى اويرنس سبيكر، يعني هتكلمينا عن الوعي الذاتي. تمام. انا طبعا عارفه ان حضرتك اصلا كنت قبل كده سكرتير خاص لدكتور ابراهيم الفقي، الله يرحمه. الله يرحمه، دي كانت فتره كده من حياتي. بالظبط، وعلى ليه فضل علينا كلنا بصراحه. أيوة. يعني فالوعي بقى، عايزين نفهم يعني ايه وعي ذاتي وايه اهميه معرفتي بيه. اوكي، انا مبسوطه طبعا ان انا معاكم النهارده، واهلا بالناس اللي معانا اللي هيشوفونا النهارده. احنا مبسوطين اكتر جدا، هنتعلم حاجه جديده ان شاء الله باذن الله. بصي، فكره الوعي الذاتي بحب اقولها كده ببساطه، هي فكره ان انا اعرف القماشه بتاعتي ايه، انا قماشتي ايه. عارفين فكره ان احنا زي لو احنا يعني قلنا كده الناس عبارة عن مجموعة من الأقمشة، واحد قطن، واحد صوف، واحد ستان، واحد حرير. لو أنا عرفت أنا الخامة بتاعتي إيه، هقدر أروح أعمل الحاجة المناسبة للخامة بتاعتي. هي الوعي الذاتي حاجة شبه كده، هو بس إيه، ميتافور كده، إيه أقرب بيه الفكرة للناس. فكرة إن أنا أعرف أنا أنفع أعمل إيه في الحياة، أبقى فين موجود في الدنيا، دي بتسهل عليا. بدل ما أنا ماشي بتخيل كده ان كل واحد ممكن يبقى عنده زي فكره ايه، بيسوق عربيه او بيسوق طياره او بيسوق مركب، وهو مش عارف هي ايه مميزات المركب دي او ايه الحاجه اللي ممكن الطياره دي تعملها. في ناس ممكن تبقى عندها الطياره دي، هي مش فاهمه الطياره دي بتتساق ازاي، فواقف بيها في المطار. هو عنده امكانيات كبيره جدا بس واقف بيها في المطار ما بيتحركش. او حتى عمال يلف بالمطار ما بيطيرش. او حتى لما بيطير بيقوم عامل حادثه لانه مش عارف يطيرها. فالوعي الذاتي هو حاجه بتخليكي تعرفي تجيبي معلومات عن نفسك، تخليكي تقدري تجيبي الماتشنج بتاعك في الحياه، الحاجات اللي هي يعني لا يعني شبهك، تعرفي تعملي الحاجات اللي هي شبهك، اللي تعرفي تعملي الحاجات اللي هي تبين انجازك، تبين مهارتك، تبين اللي انت فيه. في ناس كتير ساعات بتبقى عارفه نقطه ضعفها ونقطه قوتها، تقوم مركزة على الضعف اكتر ما بتركز على القوة. هي لا، ركز على القوة وقوي اكتر هتنجح. لكن ما تقعدش تركز على نقطة الضعف، وانا دي نقطة ضعفي واقعد عندها واقفل نفسي وايدي. طب ما انت عندك الاثنين، ما تركزت على دي. فدي برضو من الحاجات بتاعت الوعي الذاتي. اوكي، ان انا افهم نفسي عشان اعرف ازاي يعني ازاي انا اعيش وانجح في الحياة، وانجح في الحياة واتواصل.
افهم مشاعري، افهم اعتقاداتي، افهم قيمي. في بني ادمين كتير تعالى اقول له ايه قيمك، مش القيم اللي هي الاخلاق والمبادئ بتاعه المجتمع وكده، لا قيمي انا الشخصيه. يعني انا قيمه الصداقه مهمه بالنسبه لي مثلا، قيمه العلم، قيمه الاسره، قيمه الحريه، يعني قيم كتير. فكل واحد لو عرف فعلا القيم بتاعته اللي بتحركه هيبقى سعيد في حياته، هيقدر يوصل لحاجه تخليه يقدر يبقى سعيد في حياته. اوكي. طب شوفي بقى، انا اول حاجه بما اني مطقمه معاكي فانا حبيت المثال اللي انت جبتيه جدا. طبعا كنا ساعتها بقى الطيران، ايوه قريب لقلبي، فهي سابت كل يلا نطير بقى هنطير دلوقتي. الطيران اللي هو حبيبي اصلا يعني، فطبعا لاول شفت عشان تعرف الحب والكون. ايوه. فطب دلوقتي بقى عايزين نعرف ببساطه بس كده، ازاي افهم وعي ذاتي؟ ازاي اقدر اكتشف الوعي اللي يعني افهم نفسي ازاي؟ بصي، هو فهم يعني فهم النفس ده مش حاجه بتبقى لقطه وتخلص، دي حاجه طيب. رحله بتفضل مستمره معانا يعني طول العمر. طول انا هي طول حياتي انا طول حياتي اتعلم حاجات، بتعلم حاجات بقى اللي هو البيزك، اعرف البيزك بتاع نفسي. اوكي. ما هي الفكره بقى، في ادوات كتير طبعا، بس في يعني مثلا اداه من الادوات هي اداه اسمها الانياجرام. ديت مثلا هي مدرسه من مدرسه بتاعه الشخصيات. وفي مثلا ممكن بنعمل ساعات وركشوب، نبقى بنقول للناس تعالوا، بيبقى زي في هوم ورك كده كل هي مره. هي دي استاذه صوره الانياجرام. هي دي الانياجرام. يعني هكلمكم عنها شويه بس انا عايزه اقول لحضرتك يعني اشرحي لنا يعني تعتبر ايه، لان انا كده في كذا نقطه في الانياجرام، فاللي هو لا ده احنا عايزين ايه دي. بس هي الانياجرام يعني ما كنتش اعرف عنها اي حاجه الحقيقه، انا بعترف اهو. واعتقد ناس كتير انها يعني بدا الموضوع الوعي بيها قريب صح، بالرغم انها مدرسه قديمه قوي يعني. هي المدرسه دي يعني لما بيرجعوا فيها للتاريخ بنوصل للفراعنه يعني. ممكن نوصل للفراعنة. بس هي كانت معلومات سريه يعني. الانياجرام دي كانت هي اساسا مدرسه ومن اشهر المدارس في فكره تصنيف الشخصيات او معرفه الشخصيه. ومعرفه الشخصيه من خلال دوافعها مش من خلال سلوكها. في مدارس تانية بتبقى بتعرض الشخصيات، بس بتعرضها من يعني كأن في كاميرا كده بتصور الشخص من بره، تقول ده شخص اجتماعي، ده شخص مش عارفه ايه، ده شخص ايه، تديهم ايه اصناف من بره. لكن هي دي بتصنف الناس من خلال دوافع من خلال جوه. فهو عشان كده كل شخص بيجي يقول انا الشخصيه دي، انا مش الشخصيه دي. طيب، هي مدرسه قديمه اساسا وظهرت في اوروبا في بدايه القرن 19 يعني. حد اكتشفها كان اسمه جورج جورجيف، ده فيلسوف كده بدأ يكتب عنها وبدأت تتطور وبدأت الناس تستخدمها وبدأت تروح بعد كده أمريكا، وبدأوا أمريكا يعملوا عليها تطبيقات كتير، وبدأت بقى تيجي يعني بداية يمكن دخولها الوطن العربي، يمكن ما أعتقدش إن قبل 2005 على ما دخلت الوطن العربي. هي جات لنا متأخر برغم إن هي أساسا يعني تناقلت من الحضارة الفرعونية للحضارة البابلية، يعني هي أساسا بتاعتنا أصلاً. بس للأسف إحنا عندنا في الحضارة عندنا في الحضارات بتاعتنا بنتعامل مع المعلومات بشكل سري يعني مش عارفة بنخبيها ليه. ده أغلب العلوم يعني، أغلب العلوم بتاعتنا دلوقتي يعني ايه ده علم حديث؟ لا هو مش حديث، احنا لو رجعنا لاصله والتاريخ بتاعه هتلاقي ان هو قديم جدا وطالع من عندنا، وبعد ما اتطور بره رجعنا احنا ندرسه تاني بتطوره. هي يعني الفكره ان احنا يعني انا ساعات ببقى اتساءل هي ليه الحضارات القديمه عندنا الفرعونيه والبابليه مثلا الحاجات دي بيتعاملوا مع المعلومات دي على انها سريه يعني. وليس كنت نفس السؤال. ايوه ليه سريه؟ يعني انا مش حاسه انها فيها درجه خطوره مثلا، او بالعكس دي حاجه مفيده. بصي كانت يعني سريه، وسريه بطريقه شفهيه يعني. فكره ان هم يلاقوا حاجه مكتوبه عنها يعني كلها اورال يعني. كلها يعني من جيل لجيل بيعلموها، وبيعلموها للي هو رئيس القبيله يعني، مش كل الناس بتعرفها يعني، مش كل القبيله بتعرفها، رغم ان دي تعاملات اصلا يعني المفروض ان دي انماط شخصيه. بصي هو يعني فيها تعاملات، هو كانوا بيستغلوها في اللقطه دي على ان هي تبقى ايه، كاني يعني انا قائد بتاع المكان دي. فانا عشان اقود الناس فانا لازم ابقى فاهمهم، فانا هقود ده ازاي وهقود ده ازاي وهقود ده ازاي. فهي الفكره ما تديش سري لحد بقى، يعني يفضل انا اللي فاهم هاند بقى، افضل انا اللي فاهم، افضل انا اللي فاهم شويه في الفكره دي. هم كانوا واخدينها من الجانب ده شويه، فبيتعاملوا معاها على انها يعني. سبحان الله ان هي جت لنا على فكره يعني، اكيد جت في الوقت المناسب يعني. المهم بقى ان احنا دلوقتي نعرف نستفيد منها يعني. ايوه. طيب مش هنقطع حضرتك، كملي لنا بقى موضوع الانياجرام وايه حوار الشخصيات بتاعته دي. بصي هي الانياجرام هي طبعا الرسمه بتاعت اسمه كلمه الانياجرام دي كلمه يونانيه معناها رقم، يعني الشكل ذو رقم ذو 9 ارقام. يعني اللي هي دايره زي ما هي هتبقى باينه على الناس للشاشه. أوكي. عليها 9 ارقام، وفي علاقات في مثلث كده في النص هتلاقوه، وفي شكل سداسي ما بين الارقام مع بعضها. دي علاقات ما بين الارقام، بس طبعا انا مش هقدر اشرح كل التفاصيل دي كلها. بس هندي نبذه كده عن كل شخصيه من الشخصيات دي. تمام. عندنا اول شخصيه اللي هي رقم واحد، دي بيسموها المصلح او السعي للكمال. دي شخصيه بتحب تبقى عندها قيم ومعتقداتها واخلاقياتها، وتحب كده تبقى حياتها مترتبه ومنظمه،
ما يحبش حد يحرك حاجته، لو حد حرك حاجته من على المكتب يتضايق جدا، لو في لوحه كده مش مظبوطه يبقى متضايق جدا من فكره ان هو ايه، لا انا بحب كل حاجه مكانها ومظبوطه ودرجات الالوان تبقى مترتبه كده يعني. بشخصيه مثلا رقم اتنين، دي شخصيه احنا بنسميها المساعد او هو بالارقام يعني الارقام اوقع، لان الاسامي مختلفه من كتاب لكتاب ومن مدرسه شخصيات، بس هما تسعه فهو يعني لو حد هم العالم كله احنا كلنا الناس كلها تسعه شخصيات، كلنا تسعة شخصيات. بس في معلومه برضو مهمه هي ان احنا كلنا فينا التسعه، بس هي درجه انا التسعه دول مترتبين جوايا قد ايه، ومساحه كل رقم من الارقام دي فيا قد ايه. يعني هتلاقي في شخصيه واخده مني مساحه كبيره قوي، وشخصيه واخده مني حاجه صغيره جدا، بس كل واحد فينا التسعه، بس كلنا فينا التسعه. اوكي، احنا بس بنتولد بواحده، يعني في واحده بنتولد بيها دي اللي بنشوف بيها العالم، يعني دي اللي بنبدا نشوف بيها العالم، لان هي تعتبر هي الفطره بتاعتنا اللي اتولدنا عليها. انت الفطره بتاعتك بتتولدي، يعني بنشوف ساعات طفل مثلا يبقى مندفع مع الناس، هما دول الشخصيات حتى مكتوبين كده صح كده، هما دول يبقى الشخص يعني طفل كده تلاقيه منطلق ورايح وجاي وبتاع، وفي طفل تاني تلاقيه قاعد مش اول ما حد يكلمه يعيط وبتاع، فدي فطره يعني احنا بنشوفها حتى في الاطفال. والفطره حتى يعني ايه، ممكن يبقوا اتنين توأم وتلاقي دي فطرته شكل وده فطرته شكل تاني، فهي ملهاش علاقه بالبيئه والكلام ده. في ناس تقول لك لا انا ده اتربى كذا، لا هي ليه فطره، كل واحد ليه فطرته. بتيجي بقى الفطره بيجي بقى معاها المجتمع اللي هو اتربى فيه، بتأثر معاه بشكل او باخر. اوكي، تمام. يعني في حاجات بنتولد بيها، لكن في حاجات تانية ممكن نكتسبها الشخصيات دي. انت كل واحد يعني زي ما يكون ربنا كده لما بتتولدي بيديكي هبه، بس مع الهبه دي بيديكي نقطه تحدي، يعني بيديكي ايه، تمام، الفضيله بتاعتك والرذيله بتاعتك. انت هتروحي فين بقى، هي دي ده اختيارك انت الشخصي. معنى كده ان كل شخصيه من التسعه ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. طبعا اكيد، اللي هو انا بقى لما اكتشف في مستويات منها عندي الوعي ده واعرفه، اقدر انمي الحاجات الكويسه اللي فيا واقدر اسيطر على الحاجات اللي مش كويسه. بصي انت لما بتكتشفي شخصيتك مثلا على الانياجرام ده، دي مدرسه من مدارس الشخصيات، بس يعني بما ان احنا بنتكلم عنها، بتكتشفي زي ما تكوني بتكتشفي القيد اللي كان ماسك ايدك فتبداي تكسريه. انا كنت بتصرف كده عشان انا كان عندي اعتقاد كده، ايوه الاعتقاد ده مش صح، الاعتقاد ده مش هو ده اللي بينميني في الحياه، ببدا اتعامل معاه ان انا ابدا بقى اشتغل عليه، اصحح الاعتقادات دي وابدا يعني افهمها عن نفسي، تمام. فابدا اتحرر منها واحده واحده. طيب عايزين حضرتك برضو تكملي عشان مش عايزين نقاطعك في الحته دي، عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا. احنا قلنا رقم واحد اللي هو المصلح او الساعي للكمال، يعني ده رقم اتنين بنسميه اللي هو المساعد الصديق، شخص كده دايما تلاقوه في حياه الناس بيحب يساعدهم، يحب يبقى موجود معاهم، دايما مجامل جدا كل الناس، كريم، عنده دايما عزومات، تدخل اي مجتمع كده اول ما يخش في اي حته يصاحب كل الناس بسهوله، والناس تصاحبه وناس بتحبه جدا، تلاقيه شخص كده حبوب، ودايما تلاقوه اكتر واحد بيشتغل في الاعمال الخيريه، يعني هو دايما منطلق في الحاجات الخيريه دي، هو بيحب قوي يساعد الناس ويحب يبقى موجود ويتعاطف هو بس يعني عيبه شويه ان هو ساعات ما بيبقاش مركز في حياته الشخصيه، يعني هو مركز في حياه الاخرين اكتر اكتر ما هو مركز في حياته الشخصيه. أوكي. فطبعا بينسى احتياجاته يعني، فده بيبقى عيب عنده. عندنا بعد كده رقم شخصيه رقم ثلاثه بنسميها المنجز، ده من ضمن اساميها، مثلا هو شخص من اسمه كده عايز يعمل انجازات كتير في حياته، يعني دايما عنده تارجت كده عايز احققه، انا عايز اعمل اخلص الجامعه واعمل ماجستير واعمل دكتوراه ومش عارفه وهسافر بره بعد كده وهشتغل مش عارفه هعمل ايه، كل شويه عنده انجاز، هو عايز عنده تشيك ليست كده عمال يعيش بيها طول الوقت، انا حققت. هو ما يعني درجه انبساطه او درجه سعادته بتبقى في اللحظه اللي بيعمل فيها الانجاز، هو ما بيستمتعش في البروسيسنج بتاعه الانجاز، الخطوات او السعي اللي بيعمله، مش هي دي اللي اللي بيسعده، اللقطه اللي انا خدت فيها الشهاده واتصورت بيها لقطه الانجاز، فعشان كده لقطه السعاده بتاعته بتبقى صغيره، فهو عشان كده طول الوقت عمال عايز انجز اكتر. أوكي. عايز انجز اكتر، عايز انجز اكتر، عشان هي دي السعاده. اوكي، فهو حتى ساعات الشخص ده لما بيكبر في العمر بعد شويه بيجي له حاله احباط، طب انا عملت كل حاجه، جبنا فلوس عملنا فلوس وعملنا عيله وخلفنا واشتغلنا وجبنا الفيلا وجبنا العربيه وجبنا كل حاجه، اعمل تاني يعني اقول له ايه، طب هروح ده فين؟ مش عايش اللحظه طبعا، ده مش عارف طبعاً يعيش ويستمتع بالحياه، هو بيستمتع بالحته الاخيره بس.
بس هو شخص اجتماعي جدا، شخص اجتماعي جدا، عنده قدره على ان هو يعمل علاقات بكل الناس، هو عنده قدره على ان هو يتاقلم مع كل مجموعه من الناس. بس يعني بيرهق نفسه قوي من غير ما يستمتع. هو يعني هو عنده، بحس انه ما بيستمتعش ان هو يتعلم ان هو يبقى مرهق. هو مع احترامنا طبعا ان احنا التعليقات اللي احنا بنقولها دي ما يعني اي شخصيه بالطريقه دي فليها كامل التقدير والاحترام، لان احنا كلنا فينا من الشخصيات. احنا فينا التسعه، فينا التسعه، بس هي يعني مبسوط مش مبسوط دي بتاعته. لا احنا فينا التسعة وفينا فكرة ان احنا كمان بعد ما بنعرف الشخصيات هي الفكرة ان احنا نتعلم انا محتاج ده هنا فانا ابدأ افعله جوايا. انا محتاج دي دلوقتي، انا محتاج الانجاز. انا دلوقتي حاسس ان انا مش في حتة، لا استدعي بقى حتة الانجاز فيا، لان انا اوريدي دي يعني في الطبيعة البشرية. طب ازاي استدعيها؟ ممكن نتعلم ده. يعني كل حته عايزه اقوله، كل حته ليها ميزه بالظبط، اقدر ان انا استدعيها في الوقت المناسب ليا. ما انتي لو تعرفي انماط الشخصيات دي ممكن الاقي حته هنا عجباني فلان انميها عندي. انا عايزه ابقى مثلا عارفه تاخدي المايند سيت بتاعه، تاخدي طريقه تفكيره، انا عايزه ابقى منظمه فاشتغل على نفسي ان انا ابقى منظمه في حياتي، احط قدامي هدف. ما بقاش تاخدي طريقه التفكير بتاعه الشخصيه دي لما بتفهميها بتاخدي طريقه تفكيرها وتركزي بالطريقه اللي هو بيركز بيها. احنا كنا بنسميها في الان ال بي المودلنج، انت تعملي مودلنج لحد، فانت ساعتها انت عرفتي الشخصيات. فاه ايه ده هو بيفكر من هذه الزاويه، طب انا هعمل نفس طريقه اللي هو بيفكر بيها وانفذ اللي انا عايز اعمله. هو ده بقى قمه الوعي الذاتي. انا لو فهمت ازاي اظبط كل الحاجات دي جوايا واحط قدامي موديل زي او مثلا ان انا احط قدامي هدف او ان انا ابقى يعني اخد كل الحلو من كل الشخصيات، انا كده هوصل للوعي الذاتي. ايوه بس هي يعني الوصول للوعي الذاتي دي مفيش حاجه، مفيش درجه بقى. ما انا مش هي رحله طول العمر، هي رحله طول يعني، هي رحله طول الوقت. طول الوقت انا لازم محتاج الوعي الذاتي. هي فكره ان انا اقدر اقول معلومات عن نفسي باستمرار، عن نفسي انا دلوقتي اكتشف نفسي كل شويه. لان احنا بنتغير، خلي بالك احنا مش ثابتين. صح. يعني احنا واحنا في المراهقه حاجه، واحنا في الشباب حاجه، واحنا لما نكبر حاجه شويه، ولما يعني كل شويه احنا فينا حاجات بتتغير. فانت طول الوقت عارفه الابديت بتاعك، انا حصل ايه ابديت في حياتي. طب مش هنقطعك تاني. طب والنبي عايزين نكمل. ايوه نكمل حق التسعه يعني. يلا طيب اربعه، الشخصيه الفنانه، احنا بنسميه الفنان المتفرد. هو بيحب يكون شخص متميز ومختلف. هو الشخصيات اللي هي دايما ترى الجمال في الاشياء، يحب دايما كده، وفي عنده حته القدره على الشعر والفن. تلاقيهم اغلبيتهم فنانين رسامين، عارف ساعات احنا بنقول عليهم البوهيميين كده، عارف اللي هو فنان في نفسه كده. هو عايز يبقى متفرد، مش عايز يبقى ناجح زي ثلاثه، لا هو عايز يبقى منفرد. يعني لو كل الناس هتلبس ازرق انا هلبس احمر، يعني لو ايه انا لا انا لازم ابقى في حاجه مختلفه عن الاخرين. والاختلاف ده ساعات بيقع فيه ان هو مش شرط ان هو يكون احسن حاجه، هو ساعات ممكن يبقى اسوأ حاجه. يعني لما يبقى في بيئه يعني لو في البيئه اللي هو محيط بيها مثلا، يعني مثلا بيشربوا مخدرات يبقى هو اكتر واحد بيشرب مخدرات مثلا. أوكي. فده تراب بيقع فيه. وده ودي حاجه موجوده في الواقع يعني، عشان بس هو صح إيه؟ او غلط ان انا ابقى منفرد. فهو يعني شويه المهم قوي الاطار بتاع البيئه اللي هو حاطط نفسه فيها. تمام. رقم خمسة، الشخصيه اللي هي بتاعه العلم. هو الشخص ده هتلاقيه شويه مش منتشر اجتماعيا، لان هو شخص ما بيحبش العلاقات الاجتماعيه قوي. يعني هو ايه العلاقات الاجتماعيه دي بالنسبه له يعني ايه بالعافيه عيب. لا يعني شديده جدا بالنسبه له. يعني هو لما بيبقى بيشوف رقم 2 اللي هو منفش يعني منتشر في وسط العالم، بيبقى بالنسبه له شايف ان ده شخص غريب قوي. ايه ده ايه ده اللي شايف عايش في حياه الناس، فين حياتك؟ فهو ايه خمسه ده بيبقى منغلق بقى اكتر، بيبقى عنده لا يعني يعني وعنده خصوصيه عاليه جدا. واللي هو يعني انت ممكن تكوني عارفه حد طيب خمسه، ولو جيتي سالتيه انت ساكن فين يبص لك استغراب. ده تجسس على اسراري الخاصه. ليه ليه يعني سر حرب حرب بطاقتي اصلا يعني عارفه اللي هو ايه ليه يعني عارفه اللي هو فجاه تكتشف ان هو كان جارك كنت ما تعرفيش يعني عارفه اللي هو ايه ده انت ساكن معانا في نفس العالم. طب ما تقول لي يعني مثلا. فاللي هو ايه لا حريص جدا، بيحب العلم بقى. يعني هو ايه عارفه ان الشخصيات اللي هي ممكن تعمل دكتوراه في حتى، هو ده بقى اللي ممكن يعمل دكتوراه في حتى. فهو يحب العلم ويحب فكرة ان هو يحترم العلماء جدا، ويحب قعدات اللي فيها تعلم. اول ما يلاقي قعدة فيها هبد بقى وناس بتفتي وكلام من ده يبقى يعني دي بالنسبة له وبيكتشفهم بسرعة اكيد. هو بيبقى يعني هو العقل عنده مهم جدا. هو ماشي يعني هو بالنسبة له جسمه ده حاجة بتنقل عقله من مكان لمكان، هو عقل متحرك. فهو بيبقى بالنسبة له العقل ده حاجة مهمة قوي. اوكي. بعد كده عندنا تايب 6، ده تايب احنا بنسميه المخلص.
شخصيه لطيفه جدا، هو رجل الاسره او سيده الام المصريه الجميله يعني، الشخص المسؤول في البيت، الشخص المسؤول سواء رجل او ست يعني، عشان ساعات احنا بنتكلم بصيغه ذكوريه ايوه عشان بس فهي ايه تمشي الاثنين يعني. هو بيبقى شخص اللي هو بيبقى عنده، عارفين الناس اللي هي تحب تجمع الناس وتجمع العيله ويبقى شخص كده في المناسبات محاضر، ويحب يعمل ولايم اكل للناس، شخص مخلص لاصحابه، تلاقيه اصحابه من ابتدائي لسه ما يعرفهم وبيكلمهم وبيتصل بيهم، عارفين الشخصيات اللي هي بتحب تعمل اللي هو اعاده التجمع بتاعت الناس اللي كانوا معايا في المدرسه وكلام من ده. بس هو بيقع في مشكله ان هو عنده شعور دايما بالخوف، فدايما بيبقى عنده الخوف ده بيخليه دايما يعمل سيناريوز كتير في دماغه عشان يامن نفسه، انا خايف من المستقبل بشكل او باخر، مش عارف المستقبل هيعمل فيا ايه، فانا عايزه امن نفسي، فطول الوقت عنده كميه من السيناريوز في دماغه او التخيلات او التصورات، ودايما التصورات دي في الأسوأ، فدايما عنده حاله خوف بتخليه ساعات نقول عليه مهسهس، اللي هو ايه يعني ساعات يوصل للحركه دي لو هو يعني ما تجملش في نفسه كده، او يعني حسب مستوى الصحه النفسي يعني. فهذه بالنسبه لتايب 6 هي ايه اللي هو المشكله. يعني مستمتعه جدا يعني، قاعده جميله جدا، بس حاسه ان احنا مش هنلحق نخلص التسعه يعني. لا بتهرج لا يعني عشان فاضل ثلاثه. طب انجاز بقى عشان في سؤال مهم في الاخر. طيب هو ايه عشان ما الناس ما تزعلش تقول لك لا انا عايزين نعرف. ايوه لا حد يقول لك ايه انا ما اتقالش التايب بتاعي، انا عايز اعرفه، مش عايزين نزعل حد. انا اسفه جدا يا جماعه. لا يلا طيب هو في بعد كده سبعه ده بقى بيحب النشاط والحركه، ويحب اللي هو سفريات بقى ويلا بينا ونتنطط من حته لحته. ده الناس بتحبه جدا وتحب تقعد معاه، هو شخص يعني فكاهي ولطيف ولذيذ وعلاقاته الاجتماعيه كتير جدا، بس هو ما بيتحملش فكره ان هو يتالم، فدايما بيهرب من الالم بتاعه بان هو يعمل اي حاجه فيها فرحه وانبساط وسعاده وكده. حلو نخش على 8. 8 هو الشخص القائد، شخص دايما كده اللي هو ايه بيحب يبقى يعني يبقى في ظهر الناس، يبقى سند كده للناس، هو قائد وشجاع ومتحدي، بس هو عيبه ان هو ساعات كلامه يبقى شديد، ما بياخدش باله كده من طريقه كلامه، كلامه شويه بيبقى فظ. تمام. محتاج ان هو يتعلم الرقه والهدوء كده. وتسعه هو الشخصيه الساعيه للسلام، هو الشخص اللي يحب الناس كلها تبقى ما فيش مشاكل، اول ما يلاقي مشكله ليه يا عم في مشكله ايه، ويبقى مجمع الناس ويجمع الناس يحبوا بعض. يعني هو شخصيه هو قادره، هو ربنا يعني اداله الهبه بتاع فكره ان هو فعلا يصنع السلام، دي الميزه بتاعته ودي هو القادر، بس ساعات هو بيتجنب الناس، يعني يقول ايه انا هعمل هصنع السلام بان انا ابقى شفاف، فدي برضو الحته اللي هو بيقع فيها. أوكي. فدي كده ايه يعني سريعا كده. طيب. دول لوحدهم عايزين محضر. هو بصراحه يعني الموقف يعني الموقف والكلام لوحده هو العلم كتير اصلا، كتير كتير. وفعلا عشان اصلا كل واحد يدرس نفسه ويفهمها ويعرف يعني مش هقول مميزات وعيوب، بس يفهم نفسه بكل حالاتها في اوضاعها بتعمل ايه. ده بقى اللي عايز اسال حضرتك فيه دلوقتي، يعني حضرتك قلتي على كل نمط من انماط الشخصيه هو حلو جدا في ايه، بس عنده عيب صغير في كذا. لو هنتكلم كنصيحه عامه لينا كلنا، العيب بقى مثلا اللي موجود في كل نمط من انماط الشخصيه دي نتعامل معاه ازاي؟ وانس ان احنا عرفناه هنتعامل ازاي؟ بصي هي في عجاله يا استاذه يعني عشان ايه؟ في عجاله هينزل التتر علينا واحنا بنقول النقاله. لا بصي هو انا يعني هبقى صعب ان انا اقول لكل شخصيه دلوقتي لا نصيحه لا بشكل عام، فهي نصيحه عامه يعني لكل بني ادم عشان يوصل فكره ان هو يعي نفسه او يفهم نفسه، هو يبدا يراقب نفسه، يراقب هو انا بحب ايه وبكره ايه، انا امتى زعلت وامتى حزنت، ويبدا كل يوم كده واخر اليوم يعني لو يمسك ورقه وقلم يقول انا حصل موقف الفلاني وحسسني بالشعور الفلاني، انا انبسطت لما قابلت الناس دي، وهكذا يراقب شعوره. كل ما هيراقب شعوره هيعرف هو بينبسط مع مين وبيزعل مع مين، ايه الحاجات اللي بتضايقه، ايه الحاجات اللي بتزعله، فيبدا يعني يبدا يفهم نفسه اكتر، ومع يعني دي تبقى اول ستيب في فكره ان هو يقدر يوصل لنفسه. طب اول ما بتوصلي لنفسك وبتفهميها بتلاقي ايه، طب انا خلاص انا هبدا اغير في دي، انا بدات اكتشف ان دي بتضايقني في بعض اللقطات، طب خلاص انا هتجنب اللي بيسبب لي الضيق عشان ما ابقاش متضايق، وهزود من حياتي الحاجات اللي بتخليني مبسوط او محققه القيمه اللي انا بحبها. اللي قلنا في اول الحلقه قلنا قيم، يا ريت كلنا بعيش بقيمي بالنصايح من فضلك. لما بعيش بقيمي بعيش مبسوط جدا. يعني نورتينا، وقتنا للاسف للاسف خلص، ما لحقناش نقول كل الحاجات. والله ما حسيت بيه خالص ولا انا بجد يعني، بس بجد نورتينا جدا جدا. ميرسي ليكوا ميرسي ليكوا جدا. بس قبل ما نختم هقول لكم خليك فاكر زي ما بدات
بان احنا عايزين نختم السنه بان احنا نتعلم حاجه، فانا هقول لكم خليك فاكر فاضل حوالي يعني 27 يوم او 26 يوم بالظبط على ما 2022 تنتهي، اعمل حاجه جديده تختم بيها السنه. خلي الموضوع في بالك، اعقد النيه النهارده ان انت تتعلم حاجه او تختم السنه بحاجه حلوه تستفيد بيها. انا بقى هقول لكم على حاجه تانية خالص. فاكرين زمان لما كانوا بيقولوا لنا ان اعرف صاحبك وعلم عليه؟ انا ماليش دعوه بدلوقتي ان انا اعرف صاحبي، انا عايز اعرف نفسي الاول وافهمها كويس، ومش هحتاج ساعدها ان انا اعلم على صاحبي ولا اي حاجه، بالعكس ده انا يمكن كمان اخد صاحبي بالحضن وابقى انا وهو حاجه واحده، مش محتاج ان انا اعلم على حد، بس لو فهمت نفسي صح. فده اللي احنا عايزين نطلع بيه من الحلقه النهارده. وبجد خليك فاكر، كون دايما واعي لنفسك وتصرفاتها، مالكش دعوه بحد، ومش لازم تستني ان اللي قدامك هو اللي يتغير. شوف انت تصرفاتك عامله ازاي، وانت عمرك ما كنت زي حد. اشوفكوا المره الجايه. نورتينا يا استاذ.